الرحمن الرحيم. في البدايه انا ببارك لفرقه الحرس وببارك لميك طبعا، وربنا يتمها له على خير. انت شايف ماتش كبير، مش ماتش درجه اولى خالص، لا ده ماتش بين فرقتين كبار، فرقتين عندهم طموح. حابب اشكر لعيبتي على المجهود اللي بذلوه من اول دقيقه لحد اخر دقيقه، الحمد لله عملوا اللي عليهم واكتر شويه. حابب اشكر الجهاز اللي قبلي، احنا جينا ما لحقناش نعمل حاجه، احنا بقالنا 4 ايام مع الفرقه، ده شغل الناس اللي قبلنا. احنا يا دوب بس اتكلمنا معاهم في شويه نقط صغيرين، يعني اللعيبه الحمد لله نفذوها النهارده، انما ده شغل وانتاج كابتن حسين شكري والجهاز بتاعه، مش شغل جمعه مشهور. فانا بشكره على الفرقه اللي عاملها، بشكره على الروح اللي موجوده النهارده، مجلس اداره ورا الفرقه لحد اخر لحظه، الحمد لله مفيش حد في الفرقه قصر. انا قلت لهم في بين الشوطين ان الماتشات الكبيره دي الغلطه هتخلص، وهي فعلا الغلطه الوحيده اللي احنا غلطناها بغلطه الجون الثاني كان هو المكسب ليهم. فالحمد لله على كل شيء، وببارك لهم واتمنى له الخير ان شاء الله كابتن.